الآن إذا كان عندنا حلوى روضة حلوى نعم. بابا نعم بومبو مثلا نعم هذه الحلوى وضعناها في داخل يعني غطاء بلاستيكي مثلا لا يمسها أحد لا يراها أحد هذا هكذا أفضل أو تكون الحلوى في الشارع في كل مكان كل من يأتي يمسها الله سبحانه وتعالى كرم المرأة جعل المرأة أم تربي الأولاد ترث عندما يموت أحد الأقرباء ترث منه رفع الله سبحانه وتعالى من كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء عندما أسلم نحن الآن هنا في المجتمع من تغطي نفسها وتستر نفسها هذه مرأة محترمة حتى الرجال يخافوا منها لكن التي لا تبالي بالحجاب وتتكلم مع الرجال حتى المجتمع هنا يتحدث عنها أن هذه ليست بجيدة. أتيك ما هي تويس فيوت في فاف زاني تيم فاف لو تيم رارا في سكينة تيم كود في سكينة فمنو في سكينة راتراتي بوكا باتني بريسا كام ليلاي منو في فاز فاز مشمون قاعد وريري نتاوي جو في رامون نقول لا سحالة لولو هل تريدي أن تكوني في المجتمع امرأة صالحة أم لها أولاد يدخلوها الجنة ويدعو لها ويتصدق عنها أنا وجه مكتية وفي فاف مش فنايتا وحاجة في رامون سانو ميلا ليولو أتو تشيرارينو أمبان بان زاني أنا تلك رامون على لولو أو تكوني مثل ما نرى بعض النساء أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهن الهداية تمشي ليس لها هدف في هذه الدنيا يمسها كل إنسان نعم ملويتكو اسفا ميسكرا زن في فافي ميين امبون انتانيتو زي ويتش من عجتين من دي ايركي لالا رين ولياب ما متفتكازي زيتين متفتكازي راتش في تنراتين الراتش ام كرامون بعض الكفار والله يقول أن المرأة عندهم أكرمكم الله مثل الحذاء متى شاء يلبس ومتى شاء يغير. مش تنانا ويجب تنانا ركب في الجو أم بيل أم جواني لي كرار ريلا ميلا مكرار لفا مش بتو كرار غير من بتو تايشيكاج مشيك لفا تايشيكاج أبيتكام مش بتو زورو لفا ميلاز ميلاز لفا تميلازي أبيتكام لكن المرأة في الإسلام جوهرة مصونة وأنت تختاري لنفسك أنا وش مسافيد وانتين أنا أن تكوني جوهرة أنا وملالي فاليرا كراف ولمينا كراف ديامان أو تكوني كالمهملات سانا وملالي تيش ديغان لكرا راتش لاج راتش ديغان فاملالا نعم